فيرا. يلا مثلث يا عمري. خلاص 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 يا عمري. خلت يا حبيبي خلت ما يرحم. شكرا يا شيخ. اللي بعده يا عيني يا دور. خشب بس خشب بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. مقطع اليوم حيكون صراحة لحظة شاركتها في البث. كنت أبث مباراة خالد العوفي في بطولة فوت شامبينز كوب رقم 3. في كمان مباراة مساعد لكن هم أرضوا مباراة خالد. صراحة كانت لحظة جدا 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 جميلة بشوفة خالد مباراة خالد مع الشباب المتابعين في البث. وحبيت اني امنتجها وانزلها على اليوتيوب صراحة لانها تستاهل تكون في اليوتيوب. لانه لو كانت بث بعد فترة ما حد حينساها ولا حد حيشوفها. في المقاطع حتترسخ في اليوتيوب ونشوف اسطورتنا خالد صراحة يعني ابدع وامتع. صح انه لعب في اعصابنا ذي المباراة. وبرضه شكرا للمساعد فاز. حيلعبوا هم نصف النهائي للبطولة هذه ضد بعض. يعني مضمون واحد سعودي في النهائي. عاد ما ندري مين يشجع والله. طيب انا قصقصت المباراة وحطيت الكاميرا حقتي. تقدر تسموه أي شيء إلا أنه يكون ردة فعل. مجرد مشاهدة أبطالنا يلعبوا في البطولات. وإن شاء الله نكثر من مو نكثر نكثر إن شاء الله إذا جت الفرصة أنه نشوف مباراة حلوة زي كذا حننزلها على اليوتيوب واستمتعوا بالمشاهدة. والله يعين أصابكم. متجر إيزي جولد يبيع الكوين. طرق التواصل حتكون بتويتر وإنستغرام وسناب شات بحساب موحد إيزي 7 جولد. طرق الدفع حتكون تحويل بنكي بطايق سوا باي بال وسترن يونيون. رابط التواصل وكل المعلومات حتكون تحت في الوصف. لطقم أسود خالد. يلا بسم الله الظاهرة. يا عمري يا عمري يا عم يا الله. مرات مساعدة أتوقع قاعد يلعب الحين. يا عمري الأول كريستيانو. يا عيني الدون. A lot of people have struggled today with those front post flick-ons. They haven't been able to get them because it's so predictable. It's so easy normally just to you know to bring your keeper out or to just mark the option. Two players made the jump. كبير كبير يا خالد. Cristiano Ronaldo. يا عمري يا هادي يا قلبي يا هادي انت. يا قلبي يا اصفر. الله اخر كورة. اخر كورة. Just thrive under this pressure still. One more attack. Here we go. Keeper can only stand. He can only admire that header. صور. حسبته بقيرة أول. يا عيال ما حد يلعب بقيرة. ويلكم هكر اليوتيوب. الحمد لله والله بخير يا قلبي. بلوهي والله طارسية. صور يا دخدخ. صور. مو بقيرة هذا بلوهي. في أحد هناك. اول مره اشوف واحد يقدر يشوف مربعين يا اخوان. تعرفوا المربعين كيف يشوتها اصلا؟ مربع مع اللي شو اسمه اللي يجري اللي يجري مع الون. كيف فكر يسوي كذا ما ادري. يلا يا عمري يا تكس تكس من جولي شيك. هي هذه يا عمري الدون. يا عمري لا الله يدون ظاهره. يا عمري الثالث يا اخوان. لخش مخش مخش ايوه لخش مخش مخش. خالد عاد انا ودي والله صراحة شفته وهو يتأهل للبطولة هذه. كنت عنده في المدينة وتعادل برضو فاز تأهل في آخر دقيقة. والله لو تشوف فرحته ذاك اليوم. اوف كيك اوف كيك اوف. شكرا يا قايم شكرا. شوف خالد شوف خالد. العارضة هناك وهنا. يلا كمان مثلث فوق. يا عمري روح الدون. فاول يا خليه يا عمي حريقة بقى. يا قلبي خولت ما يرحم. لا 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 سيبك من الكفتة. شكرا والكر شكرا والكر. يلا يا ظاهرة يا عمري يلا يا دون يلا يا دون. أخير 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 أرفع أخير أرفع أخير.
والله لو رفع دائرة عادية هذه هدف. خلص الذهاب 3-2 مساعد، والذهاب هنا 3-0. شكرا يا عيال، والله شكرا خالد وشكرا مساعد. سمعتوا خالد؟ وي يا حبك يا قلبي. خلنا نسأل من الحين. يلا مثلث يا عمري، هو هدف واحد يا اخوان، هو مقدم هذاك مثلث اخير. الله لو تجيب 10 معلقين. شكرا دخية، يبي يكسر الشاشة يا عيال. والله انا حزنت له شوية، لكن لك ضد خالد ايش اسوي لك؟ بطولة في بوخارست اتوقع. لا والله ما ادري يا قلبي على رأسياتك يا خالد. ايش رأسياتك؟ ايش القوة ذي في الرفعات يا خالد؟ يلا لا شيل شيل. لا الله ينكبك. جول بيض والله يا اخي بيض. شوف كيف مور بوزيشن 50-50. لا تشبح يا حبيبي، لا تشبح. Eusebio now straight down the other end. And it was a good decision not to switch games. 3-2 the scoreline. The comeback is on. Megabit is in town. And he wants a semi-final spot. كرة الدون ذيك والله. أعطيها الدون. ولا الظاهرة ذا. No! لو أعطاها فينس. معلق كلام صحيح اللي يقول. شكرا فييرا. يلا مثلث يا عمري. خلاص 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 يا عمري يا اسطورتي يا قلبي. لا يسجل كيك اوف، لا يسجل كيك اوف. حركها صح والله حارس. ربع ساعة يا عيال، ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة كم والله ما أعرف يا إخوان. وشك تكفى، لا تعطيه هدف هدية تكفى. ليش ترجع ورا؟ يعني واضح إنه هو حيرجع معاك. جول. شكرا دخية. خالد بيموت يا عيال، خالد بيموت يا عيال. Surely the Royal has won that one, but no, you don't write off one of the best players in Germany just like that. Never write off Megabit. He scores goals. Look at the Royal there. Fun. He knows. That's a dejected man. That's a devastated man. At the top of your screen, you see Megabit. 86 minutes on the clock. Is there one more twist to this before we go to extra time? We're going to find out. The reaction from the Royal there. That's the first time we've seen him look a bit. يلا يلا مثلث فوق. يلا يا عمري يا اسطورة. امسك كورة، امبرش، جوز، شيل الرجل، كسر، سوي كل شيء. 3 دقائق. شيل شيل شيل. مربع. Still got the attacker, Richard. There's still one more minute left. Inside to Hullet. Play all the way across. Vieira to Alexandro. Back to Vieira again. Vieira. صفر. Back inside to Hullet. يا اسطورة. يا عمري. حضن الظاهر والله اسطورة. شكرا مقبت.
coming into that second leg, he was 3-0 up. And look at that, win. يعطيك العافية يا قلبي. يا ليحي يا ليح حالي ليومي ما ورد يا عودي ما وردي يا عودي. مساعد فاز روح روح والله كبير. فين شفتوها؟ فينك يا اسطورة يا مساعد؟ خلينا نشوف الأهداف حق مساعد. اصبر 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 انتي. لقم مساعد اول شيء. لا لا 1-1 كانت دقيقة 40 سندي. طيب حلو. بكرة سوني خلاص فهمت. يا عيني يا مساعد يا تايم فينيش انت يا كيدب يا فلفل. شيء يجيب الغثيان برضو حتى لو مساعد سجلها. شيء اللي قد يقول لك حين هدفين تايم فينيش صاير زي البزر مساعد. اح تعلم هذا في اسبوع ولا ايش؟ Saw some interesting stuff here. A little bit of careful play coming through, but Brenner equalizes on aggregate 3-3. Hullet, Ronaldo, and Eusebio combined to bring another goal on the board. Then we've got Dosari up next. مشكلة الفوكس الله يعينك. يا عيني يا مساعد هدف جميل. اوف شو الضفية يا عيال. So some really cool stuff there coming in from both those guys, but of course يا عمري يا قلبي انت يا وحش يا اسد. ثامر والله فاز 4-3 فاصل صح. وبكذا يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله اليوم في البث، لا ان شاء الله بكرة يوم الاحد، ما اعرف متى المباراة. تابع تويتر حقي حقول متى. اذا بدأت مباراة مساعد وخالد وكانت معروضة حبث وقت المباراة ونتفرجها سوا، واذا كانت مباراة جميلة وكذا ممكن برضو تنزل المقطع. طبعا برضو النهاية حيكون نفس اليوم هو يوم الأحد. وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله يكون عجبك المقطع. مباراة خالد كانت أسطورية تستاهل أن نشاركها لكم. يعطيكم العافية، نشوفكم في المقاطع الجاية. مع السلامة.